من دهر الصوان إحدى محطات الجولة الثانية من زيارته إلى أبرشية بيروت، دعا البطريرك الماروني مارب شرب بطرس الراعي السياسيين في لبنان إلى بناء الدولة بكل مكوناتها. إن لم يبني الرب البيت بهالمعنى الرب هلأ هون المسؤولين السياسيين، نحن ما فينا نقبل يضمه على هالطريقة فيها هاللي عمل هاللي عم بيواجهوا فيها مشاكلنا الاقتصادية والاجتماعية. نحن ما فينا نضم نقبل إنه خلافاتهم الصغيرة تكون على حساب كل القرارات الكبيرة. نحن بدنا إياهم طالما نحن بظهر الصوان، بدنا إياهم يكونوا مثل الصوان. كما كانت كلمة لرئيس البلدية نصر ميلان. قبل ما نطلب من الناس ما تبيع أراضيها للأجانب، ما لازم ننسى أنه المسيحي ببيع أرضه لحتى يعلم أولاده بأحسن مدارس وجامعات ولحتى يعيش بمستوى عالي وراقي. وهون بيجي دور الإكليروس المسيحي يلي بيملك أكثر من 3% من مساحة لبنان، فمنتأمل من غبطتك تعالج هالموضوع وتحس الإكليروس أنه يساعدوا التلاميذ ويدعمون وأنه يستثمروا هالأراضي بمشاريع سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. الراعي الذي زار رومني دعا إلى نبذ الانقسامات والتوحد لبناء الوطن، وهو كان استهل جولته بزيارة بيت ميري على أن يستكمل تفقده للرعاية حتى الخميس المقبل.